مهما كانت جاهزة الانستغرام وقمنا نصور سيلفي وما عاد اهتمينا بالمصور، لكن في النهاية أهمية المصور الفوتوغرافي وبالتحديد المصور اللي للتغطيات الرسمية والتغطيات اللي ممكن تشوف أنت فيها مصورين يأخذون مكان غير. طيب سالفة التغطيات وأشياء كثيرة بعد الفاصل راح أقول لكم عليها مع ضيفي محمد الفهد، خليكم معنا على صباحك وطني وتبغى تغيرون المحطة.